السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، يسمونها الشجرة المعجزة، وسمعت أحدهم يقول أنها تعالج 300 مشكلة صحية. هل أنا أتناول المورينجا؟ أكيد أكيد أتناول المورينجا، وطبعا المورينجا متوفرة هون وتقريبا في كل بيت، وخلينا نشوف شجرتها مع بعض. هذه إخواني هي شجرة المورينجا، طبعا موجودة هون تقريبا في كل بيت، تزرع خلف البيوت. يعني هاي شجرة المورينجا. هون أنا في السوق، هذا اللي بيبيع الخضار كل أسبوع، فكنت بدور على هاي المورينجا ولقيتها. لقيت المورينجا، وهاي المورينجا هاي هيك بيبيعوها عندنا في الأسواق في ماليزيا، ومتوفرة تقريبا كل أسبوع. يعني كل أسبوع لما أجي على السوق بلاقيها. فيا ريت يكون الصوت واضح يا إخواني وأخواتي، وبنكمل إن شاء الله بعد ما أشتريها. هدي برابا هني ورنجي ساتو مورا لاني يو أدا جوال برابا ساتو هاري لبي قران هذه ada mungkin 15 ikat saja. اوكي terima kasih. زي ما شفتوا انا كل ما انزل على السوق بشتري حزمتين تقريبا. وكيف باكلها؟ انا باكلها مع السلطات، الاوراق يعني، الاوراق مع السلطات، او بقليها قلي سريع، او بعمل منها شوربه. قبل يومين انا فحصت السكري، قبل يومين فحصت السكري، الفحص الاول فحصته الساعه 11 و9 دقائق، طلع 6 و6 بالعشره. صائم طبعا، وطبعا انا بفحص كل مره بفحص في ماكينتين، ففي احيانا بتكون فيها خطا قليل او خطا زياده يعني. ففحص بالماكينه الثانيه طلع 5 و4 بالعشره، يعني المعدل 6 بالعشره. الحمد لله في السليم وما عندي اي مشكله. وطبعا هذا اخواني واخواتي بدون ادويه، انا بتكلم كل فيديوهاتي هاي بدون ادويه. والحمد لله ما عندي ضغط، والحمد لله ما عندي سمنه، كان عندي سمنه بس الان الحمد لله ما عندي. فهل المورينجا هي السبب في اللي حاصل معي؟ يعني الحمد لله السكري تمام، الضغط ما عندي، وسمنه ما عندي. صراحه لا ادري، لكن بتاكد انها ساعدت. ليش؟ شو اللي خلاني متاكد انها ساعدت؟ عشان بعرف المكونات اللي موجوده فيها. فيها من فيتامين بري، فيتامين اي الاولي، يعني 42% من حاجه جسمنا اليوميه. بي 1 فيها 21%، بي 2 51%، بي 3 14%، بي 5 3%، بي 6 70%، وبي 9 10%، وفيتامين سي 57%. وانا هون اخواني ما بتكلم عن الكبسولات، انا بتكلم عن 100 غرام من الاوراق، 100 غرام من الاوراق الطازجه. نشوف المعادن اللي موجوده فيها. فيها من الكالسيوم 14% من حاجه جسمنا اليوميه، من الحديد 22%، من المغنيسيوم 35%، ومن المنغنيز 16%، ومن الفسفور 9%، بوتاسيوم 11%، وزنك 5%. ومرة أخرى أكرر أنه بتكلم على 100 غرام من الورق الطازج. واللي حاب يعرف حاجة جسمنا من الفيتامينات والمعادن يشاهد هذا الفيديو، فيه شرح مفصل. وليش قلت انا ما بدري انه يعني هي اللي ساعدتني ولا مش هي اللي ساعدتني؟ لانه بالاضافه الى ذلك كله انا ما بتناول سكر، سكر ما باكلوش نهائي، هذا محرم عندي، ممنوع منعا باتا، السكر ممنوع. المعلبات والمأكولات الجاهزه هاي انا بعيد عنها كثير من زمان، يعني من تقريبا 7 سنوات. ما باكلش خبز الا نادرا، يعني بجوز كسره خبز كل شهر، ما باكل خبز. والفواكه ما باكل الا الفواكه المسموحه. لكن لا يمنع هذا أحيانا إني أكل لي تفاحة، بس مش بشكل يومي يعني. أكل لي تفاحة، 10 حبات عنب، قطعتين أناناس، ما يعني ما مش حارب حالي 100%، بس مش بشكل يومي ولا حتى أسبوعي، يعني هيك بالصدف لما تيجي الصدفة. وما بتناول إلا طعام صحي الحمد لله، ما بأكل إلا الطعام الصحي اللي ما بيضر الكبد عندي ولا بيضر الجهاز الهضمي. يأتي أحد الإخوة ويقول هاي الحمية هاي والأكل هذا أسعارها غالية ومن هذا القبيل. يعني الصورة اللي أمامكم شو فيها شيء غالي غير السلمون والجمبري؟ شو فيها؟ هاي الأكل اللي بناكله، خضروات، كلها خضروات. وين الأكل الغالي؟ وين الطعام اللي سعره مرتفع؟ بس الآن إخواني وأخواتي، لأنه هاي الجملة هاي سمعتها كثير
في التعليقات في اليوتيوب. في فيديو انا راح احط الرابط تبعه في اول تعليق، هذا الفيديو راح احطه في اول تعليق، هذا بيعلم اولادك كيف يتوظفوا. يعني شفت ناس كثير، ما انا ما عنديش وظيفة، ما انا ما عنديش كذا، ما عنديش كذا. طيب هذه الخطوات الاولى، لا في ابجديات، ابجديات يعني اي بي سي، الف باء تاء، للي بده يحصل على وظيفة، للي بده يتوظف. وما تقول لي انا معي شهادة، هاي شهادتك لا شيء، شهاداتي عندي 33 شهادة. شهادة لا شيء، الشهادة بتوصلك لأول خطوة، بعد هيك بدك تشتغل. وهذا الفيديو إن شاء الله تشاهدوه، وخلي أولادكم يتعلموا، خليهم يتعلموا عشان يرتاحوا. الآن نعود إلى المورينجا. لو سألتني عن المورينجا الباودر، أنا ما جربتها. ليه ما جربتها؟ ولا راح أجربها. ليش؟ ما هو عندي أنا الورق الأخضر وموجودة في جنب البيت، وبنزل على السوق كلها 10 دقائق بشتري اللي بدي إياه، فما جربتها ولا أجرب، ولن أجرب. طب بالنسبة لشاي المورينجا برضه نفس الشيء، ما جربت ولا بدي أجرب. أما بالنسبة للبذور فجربت مرة واحدة، البذرة واحدة أكلتها مرة علقم، يعني ما عجبتنيش فتركتها، فما ما يعني ما جربتها ولن أجرب. طيب شو بالنسبة للمكملات هاي اللي موجودة في كبسولات؟ طبعا أكيد ما جربتها ولا راح أجربها. ليه؟ لأنه أنا عندي وسواس، عندي وسواس. أقول لكم ليش. هذا على العلبة شو موجود؟ ثيرد بارتي تيستد، يعني مختبرة من أو اختبروها أو فحصوها جهة ثالثة. تمام. بعدين ريتش ان جرين نيوترينتس، مليانة بالمواد الغذائية الخضراء، ممتاز. طيب بعدين سوبر فود، انتي اوكسيدنت سوبر فود. ما فيش شيء اسمه سوبر فود بكبسولة، ما في. سوبر فود معناها طعام كامل، بدك شيء يوك تاكله تشبع. يعني لما اقول لك انا كل العلبتين او الثلاث علب هاي بتشبع؟ بتاكلهم ما بتاكلهمش؟ فهذا بالنسبه لي انا بيجيني الوسواس على طول، وانتم عارفين اني انا ضد اي مكمل غذائي، ما عنديش. بعدين بقول لك هذا 500 ملغ، يعني شو 500 ملغ بدهم يسووا لي هذول؟ فانا هيك مش مقتنع فيها وما جربتها. وبطلب من اخواني واخواتي اللي جرب الشاي او اللي جرب البودره او اللي جرب الكبسوله يحط رايه في التعليقات وينصح اخوانه واخواته. وبعدين هي يعني اللي بخليني انا اتوسوس، هذا الاعلان بيطلع عندي كل يوم 500 مره، كل يوم يعني اي فيديو بشغله لازم يطلع لي هذا، وخاصه الفيديوهات تبعتي. شو بقول لك هذا بالماليزي؟ شو بقول لك؟ كينجينج مانيس اللي هو السكري، داراتينجي اللي هو ضغط الدم، كوليسترول، الكانسر، الجاوت، كل هذه بتحلها المشاكل. واللي بيخليني اتوسوس اكثر بقول لك بيلي امباك فري تيجا، بيلي سيني، هذا اللي عليها السهم الاحمر، يعني اشتري 4 خذ 3 مجانا، يعني بيصير 7 بسعر الـ4. ليه؟ ليه طيب؟ ليش كل هذا؟ وطبعا اخواني واخواتي كل هاي الاقناعات وكل هاي الشروحات والمواد ومش عارف ايش مش موجوده ولا مكتوبه على الاوراق الخضراء، صح ولا لا؟ نصيحه لكل انسان يسمع صوتي، اذا انت مدمن اكل وما بتتحداش السكري وما بتراقبش الاكل اللي بينزل الى جوفك، ما في شيء راح يحل اي مشكله صحيه عندك. هذا خلاصة القول. أود أن أشكر جميع أبطالنا، أفراد عائلتنا، متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة، أشكركم من أعماق قلبي، وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله. وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى، معكم أخوكم الدكتور علي القاسم. وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب، ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله، وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح. فكن واحدا منا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره، لأنك ستؤجر على فعل الخير، وهذا الخير اللي تفعله راح يرجع لك بطريقة أو بأخرى. أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة، وأشكر أيضا فريق العمل. بارك الله فيكم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.